اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بجميع مستمعي اف ام وين ما كنتوا موجودين. كما العاده الموعد معاكم من الاثنين للجمعه، ننطلقوا من توا ماذي ساعه و 32 دقيقه حتى لساعتين. اللي حاب يتواصل معنا يبعث لنا ولا يطلبنا على 31 380 1000. ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه لكم ناس الكل. اليوم فما المطره، فان شاء الله ديما هكايا بلادنا راويه، وطمنونا على الكياسات ووضعكم انتم في الكياسات. موضوعنا اليوم، شنو رايكم في توزيع الأدويات في المستشفيات وتوفر الأدوية في الصيدليات ومع الكنام؟ هل فما نقص؟ هل فما أدويات مقطوعة؟ ولو أنه تحدثنا فيه الموضوع هذا في السابق، ولكن قاعد يفرض في نفسه وقيت، وإن نرجعوا له لأنه جيتنا برشا طلبات منكم أنتم مستمعينا على أرقامنا، باش نعود ونطرحوا الموضوع هذا وباش نسمعوكم فيه حتى لساعتين. كلمونا على 31 380 1000. رأيكم في توزيع الأدويات في المستشفيات؟ نعرفوا أنه العديدين من توينس اللي عندهم امراض مزمنه يمشوا ياخذوا دويات نتاعهم من السبيطارات بفتره ولا بصفه دوريه. كيف زيد فما الحديث على نقص في بعض الادويه في السبيطارات وفي علاقه بالكنام زيد؟ هذا الكل نحب نسمعكم فيه على 31 380 1000. وسيما صافي في الاعداد، امينوس في الاخراج، من ايهاب على اف ام تي في، معكم جيهان بن عبد الله، ومرحبا بكم في الكلمه ليك لليوم الاثنين 4 مارس. تنجموا تطلبونا زيد راهو حتى خارج وقت البرنامج، اقترحوا علينا مواضيع تحبوا تسمعوها، تحبوا تحكيوا فيها، واحنا نسمعوكم ونوصل لكم اصواتكم حتى زيد عن طريق لي كومونتير نتاعكم. فمرحبا بجميع اتصالاتكم من ما كنتوا موجودين. اليوم نحكيوا على الدويات، مشكل الدويات في تونس. شفنا زيد في علاقه بالموضوع هذا في فتره من الفترات، كان فما صفحات فيسبوكيه تجي في الدويات من خارج تونس وكانها تسمسيره، ولكن في الدواء برشا اشكاليات في الموضوع هذا. نحب نسمعكم فيها على 31 380 1000، ونحبوا زيدا نسمع أصواتكم راهو من مختلف الجهات في تونس. تواصلوا معنا، خلينا نكون قرب منكم، خلينا نسمع كل الجهات فيما كنتم موجودين في تونس من شمالها إلى جنوبها. وموضوع الدوية في المستشفيات راهو يهم التوينسة الكل. خلينا نبدأ مع أول تليفوناتنا لليوم، ووين نسلم عليهم برشا الحقيقة مستمعينا وين ما كانوا موجودين. يمكن هذه أول تليفون يجينا من منزل بوزلفة في الكل مليكة. مرحبا بك وحيدة، أهلا وسهلا. عسلامة، شنحوالي؟ يعيشك يلا، شنحوالك أنت، شنحوال الصحة؟ يعيش. أنا والله أنا البارح كلمت أسامة على السبيطار من البوزر، ما فما حتى دواء، لا فما بارتك، لا الدم، لا الشحم، لا القلب. حار وأنا نمشي ونجي حتى الحار بوش ألي. أي والله نحب نقعد حالتي مدي، قالت لي والله يعطينا بالكونتيتي شوية ولا شنو. كانوا يجيبوا من تونس ولا يجيبوا من سوسة، يعطوا ما تطريف يعطوا لصحابهم وحبابهم اللي معناتها الأقرب بهم، وفي الناس يجوا لي ما عادش واصلين حتى شهر. يعني دويت مقطوعين عندهم قديش ساعة واحدة؟ والله عندي شهر دواء الدم والشحم والسكر، عندي شهر من شو يجي ما فماش، ومش ليا جارتنا مرة كبيرة مجروح ما تنجمش تمشي. والله ما عندي شهر نمشي ونزيد ما فما حتى دواء. انت في العاده تجيب لها الدواء نتاعها وحيده؟ انا نجيب لها، ما عندهاش شكون يجيب لها، انا نمشي نجيب لها الدواء. وديما مقطوع دواء الدم وغيره من الادويه؟ ما عندهاش شكون يشري لها الدواء، فهمت؟ دواء الدم باخذ 47 دينار تاخذ فيه هي من السبيطار، ما فماش عندها شهر بلاش الدواء. مقطوعش كي تمشي شنو يقولوا لك؟ يقولوا لك ارجع غدوه ما فهمت، ارجع الجمعه الجاي، او حطوا لي نرجع 16 مارس ان شاء الله نرجع. شنو وضعيتها حاليا بما انه دويم فماش في سبيتر، ما عنديش الامكانيات باش تشريها على نفقتها الخاصه؟ ونعرفوا مادام الدواء لازم تشربه كل يوم، معناها الوضع حرج تاثيره على صحتها. حالتها صعيبه برشا والله العظيم، حالتها قلت لي انا نخرج من الخدمه نمشي نجيب لها الدواء وما نلقاش. قلت عندي شهر نمشي دخلت المودي نجيب وزلت، ما لقيتش حتى حل. على قلت نسلم الاذاعه. مرحبا بك يا وحيدة، ميرسي اللي وصلت لنا صوتك، وان شاء الله لاباس جارتك، ان شاء الله ربي يشفيها ويفضلك انت والناس الكل اللي قاعده تعاون في بعضها. كيما هكا الدواء مقطوع عنده اكثر من شهر ما فماش، خلينا نزيدوا نسمعوا، خلينا ناخذوا فكره على وضعيه التوانسه في جهات اخرى وولايات اخرى. هل بنفس الطريقه الدواء مقطوع ما فماش مش موجود امشي ويجا، ولا بالكش نلقاو الوضع مختلف؟ نمشيو للمهديه مع حبيب، اهلا وسهلا، مرحبا علي فهم.
مرحبا بك، مرحبا بك حبيب، مرحبا بالمهدية الكل زيدا من خلالك. اسمعني، من المحمدية. محمدية سامحني، وصلت لي المعلومة غلطة. ميلا مرحبا بك يا سيدي. يمكن سمعوني بالغلط. وصلتني، مش مشكل. محمدية المهدية كلها تونس في الأخرة. كل من تونس. كلها تونس يا سيدي. قال لي نسمع فيك. اي شوف، والله معاناة. توا انا اليوم مشيت عندي رونديفو، والله روحت تمشي صحيح تروح عمري وما داويتش وما عديتش وما قبلونيش. شنو ما انت قاعد تستنى برشا يا اخي، روحت ولا شنو صار؟ اسمعني، باش تاخذ موعد ولا باش تقيد لاجون ما فماش، مشينا للسيرفيون او تو يجيكم. قال لا والله روحت ولا قيدتها ولا عديت ولا حتى، وانا مرتاح يا اخو خير مني نمر. هذه حاجه. الدواء بنتي ما فماش مره نمشي ناخذ ثلاثه، يعطوني رونديفو ثلاثه شهور كل شهر نمشي ناخذ الدواء، ما فماش شهر نخلط على الدواء مع بعضه. واللي اغلب من هذا بنتي اللي في الفارماسي، وراني تغششت عليها وقلت ترمي لك الدواء رميان، ما تفسرتش، بدلولي ثلاثه مرات الدواء نتاع طونسيون وما قالت ليش اللي هو تبدل. بدلولي الدواء نتاع شو اسمه هو الكوليسترول وما قالت ليش الدواء تبدل. يا اخي المره الاخرى كلمت قلت لها بالله تو ترمي لي في الدواء يا خويا، ما تحسبنيش قاري، انا انسان امي ما نفهم شيء، ما تفهمني، قل لي راه هذا كذا هذا الحصيل وترمي لنا في الدواء. والله سامحني مع كامل احتراماتي للي يخدموا في الصحه الكل، اما سامحني راهو يعاملوا فينا كاننا اسكلاف بالحق، راه ماهوش معاملة بيه. المعاملة هي أساس كل شيء، وخاصة كي نحكيو على إنسان مريض، على إنسان صحته وتعبة يزمو السياسة. خليني نشكي لك بالله، يسمع تمشي الخمسة نتاع الصباح باش تاخو موعد يحلونا الباب ونصدموا على بعضنا، الناس احنا جايين مرضى وناس كبار، ماناش ولاد صغار، كلها كبار مرضى. ما يا خويا اعطونا عملوا لنا معناها بروجرام اللي يجي الاول ياخذ بونو الاول باش يقيد هو الاول. علاش انا نجي من خمسه نتاع الصباح ويجي واحد اخر ورايا ياخذ بونو ويعدي قبلي؟ راهو اسمع والله بنتي، انت تو جبت على الدواء بركه، راهو معاناه راهو في السبيطارات، راهو معاناه. انت كل قديش تمشي السبيطار سيدي؟ نداء للقايمين على الصحه، اسمعني عايش بنتي، نداء للقايمين على الصحه ونداء للناس اللي تسير في المصحات واللي تسير في السبيطارات، يا ولادي رانا ناس كبار، رانا مرضى، رانا ماناش جايين نعشيو بحذاكم، رانا مرضى. واضح سيدي، ولو انه احنا تحدثنا قبل على وضعيه سبيطاراتنا والمستشفيات، ما ميساش تنعاودوا نرجعوا له خاطر ما خذيش حظه كما يكفي السوجي هذيك. اليوم رجعنا نحكيو على الدويات، على نقص الادويه، برشا تشكيات تجي من المواطنين، الدويات ماهيش موجوده ماهيش متوفره. نعرفوا اللي عندهم امراض مزمنه يعالجوا باستمرار، واللي عنده الكارنيه الابيض عنده الحق في الدواء من الصيدليات التابعه للمستشفيات، ولكن ادويات ماهيش موجوده. حتى زيد نحكيو على الدويات اللي في علاقه بالكنام، وادويات بصفه عامه اللي مقطوعه في بلادنا، وناس تكون مستحقه ادويه معينه يلزم ببرشا علاقات وبرشا تدخلات وبرشا مشي وجاي، يمكن حتى احيانا ناس اللي عنده الامكانيات يقص بيه من برا ويجيب الدواء الام ولا البوه. مشكل دواء في تونس نحكيو عليه اليوم على 31,380,000. من اريانا معنا محمد، مرحبا عليا فان. السلام. اهلا وسهلا، مرحبا بك سي محمد، مرحبا برينا الكل. عايشك بارك الله فيك. يعيشك يا سيدي، قولي شنو الوضع عندك في علاقه بالدويات؟ شنو باش تحكي؟ الموضوع نتاع الدويات. نتاع الدويات في السبيطار، هذاك الناس ما عادش معامل عليه دويات في السبيطار، معناتها يعرفوا ما فماش. با يمشيوا ينجدوا عليه. يخرجوا لبرا من الفارماسي. الدويات اللي يلزمهم باش تتاخذ مش موجوده. يمشيوا للبارا فارماسي، يمشي اللي هما يبيعوا اغلى دابور اغلى. اونسويت ماهمش رومبورسابل، حتى لا اسيرونس لا كاس سيكوريتي سوسيال يرومبورسيو، معناها المسكين اللي يمرض في تونس. شنو معناها سي محمد؟ الدواء ما تلقاش في الفارماسي، تاخذه من البارا فارماسي؟ اي خاطر مش موجود، تاخذ ليكيفالون تاعو. اي ليكيفالون تاعو تلقاه في البارا فارماسي. برا فارماسي بريفي يجيبوا حد، خاطر هما عندهم ديفيز يجيبوا.
انا الحقيقه ما عنديش فكره على الادويه اللي ينجموا يكونوا يبيعوا فيهم لي باغا، ولكن بما انك تحكي لنا هكا فسي سور هذه اللي معمول بها عند برشا توينسا. ادويه مش موجوده، ادويه معينه مثلا انت عندك نقص في ادويه معينه لعلاج امراض معينه ولا بصفه عامه؟ الوالده مازالت كي توفيت عندها دي بوماد يعطي عمرها طبيب ما نلقاهمش، نمشيو للبارا نشريهم بالغالي وكل جمعه يتزاد خصومهم والناس تعاني في حاجه كيما هذه وما همش رومبورسابل زاد الدواء. حتى حكايه السويم هذايا راهي مهمه برشا، على خاطر حتى في الفارماسي نحكي وباشا توينسا يلاحظوا يقولوا لنا احنا بدنا زاد كي نمشيو نشريو دويات تشري الشهر هذا بعد فتره قصيره تلقى السوم زيد على الاقل الشطر. من جمعه لجمعه مش من العام العام كما كان قبل وبطريقه واحده واحده. هو تونس واحد مسكين اللي يمرض في قريب تو في تونس تكلف 700 ألف قريب. راه ماهوش يبالغ، راهو فعلا ماهوش يبالغ، لانه سي محمد انت قلت يمكن نتفادلك بها الكلمه هذه، ولكن جيتنا مستمع وجبت اوردونونس لي رضيع مريض برونشيت عادي، الفاتوره التكلفه نتاع الدواء من الفارماسي 600 دينار، فهوني تتسائل واحنا زيد نسالوا على اسعار الدويات في تونس، هل هي فوق طاقه التونسي فوق طاقه جيب التونسي، وقت اللي نعرفوا انه في الدول المجاوره فما تخفيضات في اسعار الدواء، علاش هذايا يتسالوا التوانسة مش معمول به في بلادنا؟ هم نتاع مدار نساش كما نحكي معك نسمع فيك اي نسمع فيك. هم نتاع راه حتى التكاليف نتاع لي زاناليز ولي ديك زمان كل اللي ردوا كل قاعدين زاد يطلعوا فما شكون يشدهم. والغريب في الامر ساعه ترى تجي تلقى واحد من عماد الطب يقول نحن لينا ثلاثة سنين ما زدناش، مش زيد واكثر من هكا ما دخلوش موضوع في موضوع دا. هو الحقيقه اي بالشعر قداش باش تمشي واكثر من هكا باش يغليو يغلي في الراديو يغلي في السكانير. عاد هكاك في السكانير الناس الكل تمشي لبرا للبريفي، لانه في المستشفيات ديما فما مشكلة. يعطيك الصحة سي محمد، ميرسي بوكو، شكرا ليك ولكل مستمعينا. مازلنا معكم بنفس الموضوع مشكلة الدواء، ونعرف اللي عندكم برشا ما تحكيو في الموضوع هذا، نعرف اللي تونسي قلبه مليان على حكاية الدواء، لأنه أحيانا حتى أدوية بسيطة حتى أدوية سخانة يتقطعوا لفترة من الفترات، يمشي ويجا ويمدوا يلوجوا ما نلقاوش، سيروات عاديين نتاع أمراض عادية اللي نستعملوهم برشا في فصل الشتاء وينمرضوا ياسر يكونوا مفقودين. فما بالكم وقت اللي نحكيو على ادويه لامراض معينه اللي الناس اللي مستحقينها مساله حياه او موت بالنسبه لهم دويات هذوما يكونوا مش موجودين، واللي اصعب منها كانوا الناس اللي ضعاف الحال واللي نحبوا نحكيو عليهم اكثر اليوم انه ما عندهمش الامكانيات باش يشريوا دواء من الفارماسي من برا، فياخذوا من صيدليه المستشفى دويات تكون باستمرار مقطوعه هكا يقولوا لنا. نزيدوا نسمعوكم على 31 380 وسعداء جدا يجينا تليفون من سليانة. مرحبا بك سمير، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ومرحبا لاباس. مرحبا بك يا سيدي، اهلا وسهلا، مرحبا بك سليانة وسليانية الكل. عايشك عايش خويتي الباهي. شكرا لك يا سيدي، مرحبا، يعيشك. الله لاباس. الله يعطيكم الصحة في هالمواضيع هذه الحياتية نتاع البشر. والله يا اختي عايشين بصراحة شيء منها يبكي بصراحة. أنا إنسان عمري 64 سنة مريض بالسكر وزوجتي كيف معناها شعلنا بيس عليكم لسنين يا سي سمير. عايشك وخدمت والدولة تخص عليه في فلوس ونمشي ناخذ الدواء نتاع السكر تسمع فيه ولا نسمع فيه نتاع الدم يقولوا لك ما غناش. تسمع فيه يقولوا لك انت عن طريق الكنام ولا من السبيطار منين كيفاش تاخذ دواء؟ من المستوصف يعطونا نعدوا عند الطبيب نتاع السكر يعطيك واحد يقول تتصل بالمستوصف نتاعك، المستوصف ما لقيتش فيه دواء. دواء على طول العام انت تستعملوا فيه الدواء هذا على طول العام يلزمكم؟ بصفه مستمره كل اشهر يلزم ناخذ الدواء نتاعي. انا وزوجتي ما نلقوش غاديك نقول لك الفرميز هذاك نقول لك خويا برا نمشي نشريه. وموجود البركة تمشي الفارماسي تلقاها؟ تمشي في الفارماسي تلقاها بشهر وعرض مرات الحق نتاعو. قديش سومو البارا؟ غالي ياسر ب 33 دينار. وشوف يا اختي في الصحة بصفة عامة.
شوف عام اللي ما عندوش اكتاف اللي يمشيش يعدي في السبيطار يلزم على فرملي في لا يتمرمد. علاش هكا هذا صاير في سلينا هذا في سبيطار سلينا؟ اي مؤخرا مشيت ثم الطبيب جينا من ولايه مجاره يجينا كل نهار اربعة وناي في حاله من مشيت للاستعجال يعطوني ورقه يرجعوا تمشي لفلان الفلاني هذايا. مشيت باش نقيد تماك قالوا لي اوه مش تقيد عندك فلان الفلاني هذايا يلا انت حب لك 6 شهور ولا 7 شهور. نمشي للمدير نتاع السبيطار وباش يدخل لي مدير السبيطار باش يكلم الطبيب باش يخبر الراي باعتبار يرجع قبلني 30 ثانية. قال لي اصبر وكاو ما عندي ما يعمل لك. وعلاش والحكايه دي علاش؟ لانه زعما الدوله عطت الاطباء يعدوا بعد الظهر بفلوس. معناها عامل لك هذيك ولتها بيع وشاريه. هو موضوع كبير هذايا يا سي سمير. موضوع كبير على خاطر راهو من المفروض يكون عندكم اطباء الاختصاص موجودين في السبيطار نتاعكم في كل مستشفيات في تونس. اسمعني يا اختي والله نحن الانسان الكبار هذونا والمرضى والمتقاعدين بصفه عامه بلديهم يرتاحوا منا بصراحه. لطف عليك ربي يشفيك انت والمدام يا سي سمير. شيء اسف قلت لك اسمعني يا اختي اذا محترم وراني نحبها ياسر نايبيه. يعيشك يا سيدي. والله نعشق النايب نحل من الست معك احلام العبدلي ونسكر مع محمد. يعيشك يا سي سمير وان شاء الله ربي يشفيك ولطف عليك ويفضلك المدام. لكن شوفي نتمنى من رئيس الدوله يشوف ياخذ قرارات مع الصحه هذه. هذيك علاش احنا نحكيو راهو باش نحركوا المواضيع المهمه باش نسمعوكم انتم وتعطيونا انتم رايكم. يعطيك الصحه يا سيدي. بيودي شوف الصحه هذه ما فيهاش كل شيء راهو. نحن نعانوا اي واحد من الناس تو نعاني في معاناه كبيره ياسر. وما شاء الله لاباس يا سيدي. ان شاء الله لاباس وبرشا توانسه يعني وفي برشا صعوبات. لطف عليكم ان شاء الله ربي يفضلكم. راهو كي نحكيو على الدواء ونحكيو على الامراض المزمنه راهو اساسا ولا يمكن النسبه الاكبر نحكيو على المتقدمين في السن اللي حتى المشي والجاي للسبيطارات باش ياخذوا دواءاتهم هو مشقه بالنسبه ليهم. ربي يشفيهم الكل. فاصل صغير راجعين معاكم بنفس الموضوع. اليوم نحكيو على النجم ونسميوها زعما ازمه الدواء في تونس. هانا راجعين بعد الفاصل مازلنا باش نسمعوا أصواتكم على 31 380 ألف. يفهم الكل ليك. أهلا وسهلا مرحبا من جديد. اليوم نحكي على رأيكم في توزيع الدويات في المستشفيات توفر الأدوية في الصيدليات ومع الكنام هل فما نقص؟ ومعظمكم قلتونا وأنه فما نقص وفما نقص كبير برشا. خنزيدوا نسمعكم على 31 380 ألف. ملعوينا معنا حسين. أهلا وسهلا مرحبا على يفهم. حسنا مرحبا. مرحبا اهلا وسهلا. يا عايشك بالله يا اختي موضوع هذا عندي 15 سنة عاني فيه. احكي لي كيفاش؟ ان شاء الله لاباس. ربي نهار تصوروا كيفاش المريض يمشي ياخذ الدواء. الطبيب يقيد لك بليسه بس تستحقها انت ما دام قايد لك الطبيب دواياتك تستحق فيها يوميا. يقول لك هذا ماهوش موجود، هذا مش موجود، هذا مش موجود. تستعمل انت تمشي للفارماسي بتاخذ. تلقى الميديكان 60 ألف حكا نتاع الدنيا تلقى ب 130 دينار 120 دينار. مثال هذا راه مثال اخر. فما دواء اخر يجاري الدم كان حاب نقول لك على اسمه تو نقول لا ماذا بينا ما نسميوش فضلك. دواء معين نتاع باش يجاري الدم الطبيب يقول لك لا انت لازم تستعمل كنيس ماهوش موجود. تدخل على الانترنت سيت نتاع الفارماسي سونترال ماهوش موجود. تمشي فارماسيات معينه مش الكل تلقى عندهم مين يجيبوا فيه الظاهر من فرنسا بمصرهم الخاص. وشنو الاسوام نتاعو تتبدل ولا ليه بما انه مقطوع؟ بالطبيعه تتبدل الاسوام نتاعو تولي في الدوبل يعني وكان ما تشريش وتبدا تلوج على الفيسبوك تكون ولد حلال يبعثك من برا كذا معاناه على الاخر مش معاناه برك. معاناه هذايا يا حسين وانت تقولي عندي 15 سنه نعمل في الدياليز ومره اخرى ان شاء الله ربي يكون في عونك. المشكل دواء قداش عنده ولا باستمرار في بلادنا من 15 سنه التالي وانت عندك المشكل نتاع الدواء هذايا ولا مؤخرا ظهرت الحكايه؟ مؤخرا زادت برشا مع 10 سنين الاخرانيين زادت على الاخر. ولات الحكايه كره مو عاديه ولات حتى اللي في شيء نورمال يقول لك ما عنديش وكاو. ترجع لي وانت مثلا يقول لك ارجع زيد عملية تليفون كذا
كيف كيف ما فهمناش. مشكلة مشكلة كبيرة. يزمع حلول يزمع حلول حسين وكل المستمعين. يعطيك صحة يا سيدي، ميرسي بكو. في مختلف الولايات، مش كان في تونس العاصمة، في كل الجهات، مش كان في الجهات زيادة، حتى في هوني قريب من مركز البلاد نفس الإشكال في السبيطارات متاعنا، أدويات ما فماش، المواطنين ما يعرفوش علاش، خاطر ما تتقدم لهمش تبريرات أو تفسيرات، ولا أرجع على أمل إنه يكون موجود، ولكن كي يرجعوا زيادة نفس الإشكال، الدوي مش موجود. شكون ينجم يحل الإشكال هذي؟ كيفاش يتحل الإشكال هذي؟ سمعنا مشاكلكم، إذا عندكم مقترحات زادة فمرحبا بها على 31 380 ألف. تليفون آخر معنا نبيلة، أهلا وسهلا، مرحبا بك يا نبيلة. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا أحلى إذاعة. مرحبا يعيشك يلا نبيلة من برج صدرية هكا ولا إيه؟ يا مرحبا يا للا، أهلا وسهلا، ومحلى صوتك والدخلة اللي دخلت لنا بها اللي فيها برشة تبسيمات هكا، ويعطيوا الموجات الإيجابية والسعيدة ويذوم الكل. وي 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 موجات إيجابية. والله نحب نفند برشة كلام حكاوه ويبالغوا التوانسة عندهم المبالغة في كل شيء بصراحة. أي أحكي لي أنت مالا في خشون تاعك اللي شوفوا أنت. أنا عاملة أبي سي. اي لطف عليك. الحمد لله خرجت منها وصوا اموري لاباس الحمد لله. الحمد لله. وعندي دواء القلب وطونسيون كوليسترول. وعمري ما مشيت وما لقيت حتى دواء. باه هذه حاجه هذه عكس اللي سمعناه الكل راهو. اي خاطر ان كنت نقول توا في برشا ولايات وفي معظم الولايات يقولوا لنا دواء مقطوع. انت الفيرسيون الايجابيه الوحيده اللي وصلتني لحد هذه اللحظه. لا لا وكي نمشي يعطيني طبيبي لوموجين على الدواء هذاك ناخذو ناخذو نستعملو ونفس المفعول وما فما حتى مشكل. مشكلة التوانسة مش نلخصها لك. اي كي يقولوا لهم ريتي يدخلوا الفارماسي يقولوا لهم راه فما دواء اوموجين. اي ما يقبلوهاش. هما يفسروا لك في الفارماسي كي تمشي نبيلة ولا يعطيك الدواء وكاها ويقول لك هاو هذا البديل نتاعو؟ لا لا يفسروا او الجينيس نتاعو. يفسروا طبيبي زاد يفسر لي كي ما لقاش الدواء هذاك نطلب طبيبي يقول لي راهو لوموجين كيما الدواء اللي باش تاخذيه كيف كيف ناخذوا والفارماسيان زاد يفسر لك. معناها ديما الحل البديل موجود، معناها فعلا ديما بالنسبه ليك انت الدواء اللي يعطيه لك الطبيب مقطوع ما فماش، اما ديما فما البديل، ديما فما الحلول الاخرى. تقول لي هكا ولا ديما فما البديل ديما وعندي سنين ومش توا. وفما دويات الجريب، فما دويات ما نعرفش انا لي زونتيبيوتيك مثلا. عمري ما فقدته وعمري ما تعثرت فيه وتعديت بحال الكونسير والحمد لله. طب الحمد لله نمشي للعمران ناخذ دواء فماش مره ما لقيتش الدواء. ولو انه امراض بالنسبه للناس اللي ان شاء الله ربي يشفيهم الكلهم يعانيوا من مرضى السرطان يقولوا راهو جيت فتره طويله في تونس لقينا صعوبه كبيره في انه نلقاو دواء ويتوفر. متوفر ديما متوفر، عمري ما مشيت وما لقيتش الدواء. حاجه باهية هذي ان شاء الله بلطف عليك يلا وان شاء الله لاباس وان شاء الله ربي يشفيك. ان شاء الله ديما تضحك اهم حاجه، خاطر ضحكتني معاك راه الضحك يعدي وعدوى الضحك باهية. يعطيك صحه يا نبيله وديما كلمنا. ميرسي بوكو يلا نمشي بالحركه وربي يخليكم ويوفقكم يا احلى اذاعه. يعيشك ويعطيك الصحه انت على المواضيع اللي تجي فيهم. حاولت نشارك في برشا حاجات مرحبا خاصك لي اليوم. مرحبا. ميرسي بون كونتينياسيون وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ويزي يا ناس من المبالغه. يعطيك صحة يلا نبيله ديما كلمنا هنا. نحب نسمع صوتك وحتى المستمعين زيدا. اخر تليفون لليوم انا قبيله غلط قلت من المهدي اخي ها جينا تليفون من المهدي توا. هيثم اهلا وسهلا مرحبا على يا فام. اهلا وسهلا مرحبا مرحبا بك يا سيدي اهلا وسهلا. تنبأت اللي باش يجينا اتصال من المهدي. السلام عليكم برشا يا سيدي. قال لي شنو الوضع في المهدي بخصوص الدويات؟ والله لاباس 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 الحمد لله. الطقس باهي الحمد لله لاباس الحمد لله ان شاء الله ديما لاباس. باهي نمشي لموضوعنا اليوم الادويه في المستشفيات في الصيدليات. شنو علاقتك بهم؟ شنو اللي باش تقوله لنا اليوم بخصوص الموضوع هذا؟ والله اختي باش نقول لك موضوع كانت نجموا تتدخلوا فيه تربحوا اجر وثواب عند الشعب التونسي كل.
يعني عندي كام تاع الأدوية الخصوصية تاع الأمراض الأولين الخبيثة تاع السرطان واحد. سهل ربي يشفيك. بس كي تهبط احنا شفته هنا تو عندك سوسة والمهدية والسير وقروان والقصرين وسيدي بوزيد كلهم ياخذوا في الأدوية هذية من سوسة. معناها يزمك تهبط الأربعة متاع الصباح راهو كان تمشي تصور وتشوف وتعاين راهو معناها حكيش على الكام تاعنا احنا خاطر احنا الحمد لله معناها نجم ونهبطوا يعطيك صح. فما البعض يجي يهز الدواء نتاعه وهو مريض. راني اني نحكي على روحي نهبط الأربعة متاع الصباح نشد اثنين باش نوصل الخمسة متاع الصباح نلقى 25 واحد قدامي شادين الصف يحلوا السبعة متاع الصباح الباب السبعة وربع يسكر معناها مسكين لا يقرأوا حساب واحد جاي الكارت عطلت لا يقرأوا حتى سبعة صاي تجي ترقى 300 واحد وبعتالي يوليو يعطيو الدواء كان الثمانية متاع الصباح ولا الثمانية ونص حتى وين يجيو يشبوا قويهم وا 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 وبعتالي يبدأوا يعطيو الدواء وتنجم انت تقعد لل 11 متاع النهار بعتالي توصل في الكشي يقول لك لا الدواء هذا ما فماش وهذا الكل والباب يتسكر يتحل ويتسكر الباب في ربع ساعة فقط السبعة وربع يسكر يدخل وقت الكونتيتي الموجودة بتاع العباد الموجودة غادي بعتالي يسكروا دخلت السبعة واربع يقولوا لك صحيح صحيح عشان النومبر بتاعنا على ناس نصور وضعيتها حرجة يعني يقول لك عباد حضرت عليهم في رمضان عباد تبات غادي معناها السهره يتعدى ويقعدوا غادي باش ياخذ باكو الدواء نتاعو باش ما يروحش باش ياخذ والمشكله كان ياخذ متسال عشان معناها انت تصور البعض في نهارتها الاجور ما من الوحده باش يتعدى يمشي يصب الدواء نتاعو الشيميو راه والله علاش علاش مالوغوزمون يا هاك كلامتنا في اخر توقيت البرنامج ما عادش عندنا وقت باش نزيدو نحكي فيه الموضوع اما كيما العاده وكيما نقول لكم راهو المواضيع المهمة رانا نخليو الأرقام وكي نرجعو الموضوع نعاود ونرجع لك وشهادتك مهمة في الموضوع هذا يا هيثم وربي يشفي الناس الكل. شكرا لكم على الاستماع إن شاء الله ربي يشفي مرضانا الكل إن شاء الله ربي ما يحوشكمش للأدوية إن شاء الله وقت اللي نستحقوا دوينا قهوة زيادة في بلادنا. وسيمة صافي في الإعداد أمينوس في الإخراج من وإيهاب على إف إم تي في كنت معكم جيهم بن عبدالله تشاو تشاو في لمين نتقابلو غدوة.